بيكم على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. فجرت صحيفة توقيم التركية مفاجأة كبيرة لعشاق ومتابعي مسلسل الطائر الرفراف، حيث كشفت الصحيفة إن ثنائي مسلسل طائر الرفراف بيريل بوزام وأرسين أرجي يستعدان للاحتفال بزواجهم خلال شهر أغسطس الحالي. وقالت الصحيفة إن بيريل بوزام وأرسين اختار يوم 19 أغسطس الحالي لإقامة حفل زفافهم من دون الكشف عن أي تفاصيل حول الاستعدادات أو مكان حفل الزفاف. وجاء هذا الخبر في الوقت الذي كان ينتظر فيه عشاق ومتابعي مسلسل طائر الرفراف خبر عن زواج ثنائي المسلسل أبرا سرطاش أغلو وميرت رمضان ديمير، إلا أعلنوا عن انفصالهم خلال الشهر الماضي، وهذا ما أعلنته الصحفية بيرسين، حيث كتبت تغريدة لها عبر منصة إكس قالت فيها: في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع خبر زواج أبرا سرطاش أغلو وميرت رمضان ديمير، أتى لنا خبر زواج كل من بيريل بوزام وأرسين مع صورة شاركتها للثنائي مع بطلي العمل في الكواليس أفرا سرطاش أغلو وميرت رمضان ديمير. بيريل بوزام وأرسين قضي عطلتهم الصيفية هذا العام في أمريكا وتحديدا في نيويورك، واحتفل معا بعيد ميلاد أرسين الذي صادف يوم 7 يوليو الماضي. وهناك أخبار تم تداولها إن أرسين عرض الزواج على بيريل بوزام يوم عيد ميلاده 7 يوليو، وكان هذا بحضور أفرا سرطاش أغلو الذي تصادف تواجدها في نيويورك في ذلك الوقت. يذكر أن الثنائي بدأت علاقتهم في كواليس تصوير مسلسل الطائر الرفراف واللي بدأت منذ عام ونصف، ولقد تفاعل الجمهور مع هذا الخبر تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الثنائي بيريل بوزام وأرسين حرص على أن تكون علاقتهم بعيدة عن أنظار وعدسات المصورين والصحفيين. يذكر أن فارق العمر بين الثنائي بيريل بوزام وأرسين 4 سنوات، فبيريل بوزام من مواليد 20 نوفمبر 1995، أي عمرها 29 عام، بينما أرسين من مواليد 7 يوليو عام 1991، أي عمره 33 عام. وعلى الرغم من انتشار الأخبار حول زواج الثنائي بيريل بوزام وأرسين، إلا أن الثنائي لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكدان أو ينفيان فيه الأخبار المتداولة حول زواجهم،